سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يعود عليك الايام بخير مع برنامجنا المسؤول. وسط مشاكلنا بنتوه في الزحمه ولا بنعرف مين مع مين ولا مين المسؤول. لو اتكلمت يقول لك خلي بالك ده محظور، عشان كده لا هنفتي ولا هنحور ولا هنلف ولا هندور. والدك، مديرك، مدربك او حتى استاذك، كل واحد من دول معاك ليهم دور. لو لا قدر الله فشلت او نجحت، كل واحد فيهم برضه ليه دور. مع برنامجنا المسؤول هنتعرف ان شاء الله باذن الله على كل دور من الادوار دي. لو انت مدير او موظف او عايز تختار، وعايز تختار صح، عايز تختار شريك حياتك او شريكة حياتك، ايه المبدأ العلمي اللي ممكن تختار عليه؟ كل ده ان شاء الله باذن الله هنعرفه في برنامجنا المسؤول. تعالوا بس الاول قبل اي حاجة نشوف الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. انت المسؤول. زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو الجميل اللي احنا شفناه مع بعض، الفيديو المضحك، انواع المديرين وعصفور ومجتهد، وكل واحد من دول ايه دوره، ايه اللي بيعمله جوه المؤسسة. خلينا اقول لحضراتكم ان احنا عندنا انواع من المديرين. الانواع دول من المديرين كل واحد فيهم ليه نمط معين بيشتغل فيه. كل جزء من الاجزاء دي هو بيتجمع حواليه مجموعة من الموظفين. الموظفين دول ما بيعرفوش يشتغلوا ولا ينجحوا غير مع النوع ده من المديرين. والعكس بالعكس، المدير ده ما بيعرفش ينجح، او خلينا مش نقول ينجح لان النجاح ده شيء نسبي، لكن ما بيعرفش يشتغل ويحس بالانا بالايجو بتاعه غير مع النوع ده من الموظفين. اول نوع فيهم المدير الملاكم، وده دايما متحفز وواخد وضع الاستعداد وعايز يضرب الضربة القاضية في اي حد، عايش في نظرية المؤامرة، ابن المؤسسة وكل الناس اللي حواليه عايزين يفشلوه وعايزين يوقعوه وعايزين يعني ايه يخلصوا عليه. المدير ده دايما محاط بمجموعة من الموظفين اسمهم الموظفين السليطيين او الموظف السليط. ايه الموظف السليط ده؟ الموظف السليط ده بيبقى عارف كويس جدا ان المدير ده دايما مستعد، فهو زي الملاكم بالظبط بالتبعية، كأنه مساعد الملاكم ده بيبدأ يوجه ضربات لكل اللي تحته عشان خاطر يضمن بقائه في المكان اللي هو فيه. النوع اللي بعد كده من المديرين، وده بيسموه المدير العنيد. المدير العنيد ده اللي هو ماشي بمبدأ ما أريكم إلا ما أرى، وده دايما محيط نفسه بمجموعة الموظفين اللي بيسمعوا كلامه، أو الموظف الخضوع اللي بيسهل السيطرة عليه، وبتقدر ان انت تقدر يعني تديه تعليمات وتمشيه زي ما انت عايز وتقول له كل اللي نفسك فيه وهو هينفذ زي ما انت عايز بالظبط. النوع ده من الموظفين والنوع ده من المديرين ما بيركبوش في دايرة غير مع بعض. النوع اللي بعد كده من المديرين هو مدير سوفة. قصة مدير سوفة بتتلخص فبإذن الله وإن شاء الله، هو كل اللي يعرفه في حياته إن شاء الله وبإذن الله، اللي هيحصل واللي هيكون واللي بيجمعه مع الناس هيكونوا متمني وعايش حياة الأحلام. اللي بيجمع المدير ده مجموعة الموظفين اللي حواليه هما مجموعة المنتفعين، اللي عاجبهم الوضع ولو اتغير هيأثر عليهم، فبالتالي هو عايزهم زي ما هما كده. يعني هم عايزين المدير ده زي ما هو وهو عايزهم زي ما هم عشان يفضل الوضع كما هو عليه، وده بيبقى جاي يا اما يسير اعمال يا اما هو مدير زي ما احنا بنسميه كده في العاميه مدير الشخشوخه. النوع بعد كده من المديرين وده مدير البته. ده عايز ليل نهار حد يسبح بحمده، وبيحب التفخيم والتمجيد حتى ولو على حساب انجاز المهمه، ودايما حواليه الموظفين المنافقين. وللأمانة دول عبقرة، عبقرة في اللعب على وتر الاستغلال وإنهم يقدروا ياخدوا منه كل اللي هو عايزه وكل اللي هم عايزينه، وفي العملية التبادلية ما بين النوعين دول من المديرين ومن الموظفين. النوع اللي بعد كده ذو الأذن الكبير أو المدير السمعي. ده نوع من أنواع المديرين اللي هو بيسموه في العلم المدير السمعي. ده ودنه عبارة عن هي المحرك الرئيسي، وده تقريبا كل ما يسمع جملة يروح ماشي عشان تنفي اللي بعدها.
وزي ما شفنا في الفيديو ده بيحيط نفسه بمجموعة من الموظفين بيسموهم الموظفين العصفرة أو الموظف العصفور. زي ما شفنا في الفيديو من شوية الأستاذ عصفور وهو واقف وعمال يعني ينقل زي ما هو عايز، وزي ما شفنا في المشهد الدرامي الجميل اللي احنا اتفرجنا عليه، وكنا حريصين ان احنا نوري حضراتكم الريفلكت او التأثير على النوع ده من الموظفين على المؤسسة كلها مش بس على المدير. النوع اللي بعد كده هو المدير الطيب، بدون طبعا عددهم قليل لكن في النهاية هو محاط بمجموعة من الاستغلاليين اللي مستحيل حد يخترقهم. عشان تقدر تخترقهم لازم تكون هم راضيين عنك، الشلة دي راضية عنك، ولازم تقدر يعني تتعامل معهم عشان تقدر توصل للمدير ده. النوع اللي بعد كده من المديرين وهم بيسموه المدير المحافظ، وده مش عشان خاطر بقي محافظ ولا مسك محافظة اطلاقا، ده عشان عايش في حياة البيروقراطية الروتينية اللي خايف من اي ريسك في حياته او خايف من اي شيء يحصل له، وده دايما روتيني بيحب الورق والانضاءات ويستف جنب بعضه، وده هتلاقوهم كتير جوه المصالح الحكومية. وده بيحيط نفسه بمجموعة من الموظفين الروتينيين اللي بحققوا له مطالبه. المدير المحافظ بتاع الروتين والموظفين دول عبارة عن جزئين لا ينفكوا من بعض، هو وموظفينه عبارة عن المصالح الحكومية. النوع اللي بعد كده من المديرين وده آخر نوع معانا النهاردة وهو النوع المزاجي. النوع المزاجي ده كل نص ساعة بقرار وكل ربع ساعة بحالة، لا انت عارف هو راضي ولا هو زعلان ولا هو مبسوط، بس ده دايما محاط بمجموعة من الموظفين المسوقين او بيسموه الموظف الزئبق. الموظف الزئبق ده اللي بيعرف يبيع له، الموظف المسوق ده بيعرف يبيع له اللي هو عايزه امتى وازاي حسب حالته، وغالبا بيبقى محاط بمجموعة من البنات اللي هم بيقدروا يتحملوا تقلب المزاج بتاعه. عشان كده المجموعة دول من المديرين والمجموعة دول من الموظفين هم اللي بيقدروا يتعاملوا مع بعض. طيب احنا بقى سواء كنت مدير او سواء كنت موظف في اي حالة من الحالات اللي احنا ذكرناها، لو انت مدير في اي نوع حاول تحيط نفسك فقط باللي بيكملك. يعني ايه فقط باللي بيكملك؟ ما تدورش بس على اللي شبهك في الادارة، والعكس بالعكس لو انت موظف دايما اشتغل مع المدير اللي يعليك. وزي ما حضراتكم دايما بتسمعوا الجملة دي، في مدير يعليك ومدير يشمت الأعادي فيك، أو زي ما بيقولوا مدير يفرج الناس عليك. أعزائنا المشاهدين للأسف الوقت أدركنا، يا رب أكون كنت ضيف خفيف عليكم. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله، وحلقة مهمة جدا جدا جدا، انتظرونا بإذن الله. وكل سنة وأنتم طيبين، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. سلام عليكم. المسؤول.